بالله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأصلي على المبعوث رحمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلام عليه. وحاين كسوچرني دروستيني سيرتي خلفادة مانتا، وحاين كورمينا خليف كي سدحاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وحين يجي دورنا معدي يما المهي عثمان حديت هاي شخصية ديسة سيدو حكوك كويمي انتي وحكوك تشوغي محا دعي محا عثمان لغو حصوصا دورنا نغن دورنا مالمهي يا معدي عثمان بن عفان. عثمان مقعي سوا عثمان ابن عفان ابن أبي عاص بن أمية بن عبد شمس، هو يدي وحلو رنشري عروة بن كريس، وحاو كسو إسلامي قعنتي أبو بكر ورقي أبو بكر سو إسلامي قعنتي سو إسلامي بوها نانيس عجيب بوها يو أيو الله يو دل نورين بالو رنشري وحو أولب حيين كورسدي لبا أوريود لبا أبضان راهدي ورسولك عليه الصلاة والسلام دلي رقية يا أم الكثوم أم كالتوم. مركا صحابة لحدي ده دل نورين بالورنش ريو نكها ده لبا ده دم رائع رسولك دلي مدبركي أي جيريوتي تكالل لوغ حكسيسي كاللوغة ديگي أي أبوها وحايا لها وعانك كواها وحا كميدا قعان فرنان بلغ السيو ان الهي ان رسولك عليه الصلاه والسلام الهي قعمها او تاغي او ويني الهي عثمان غالبان كاهي رالكا هو سببتنا يا هيد مالن ادق دغالهان كو ادق سفرهان كو ادق دغالهان كو رسولك عليه الصلاه والسلام انو كن اور اساد كوغي وتا رسولك عليه الصلاه والسلام وسهر دغاي ويوم تبوك دغالكا أصدامها وعثمان لها وحلقوا شيئا إنو هانين حشوت بدن بل إي رسولك عليه الصلاة والسلام وقارسيي ومضي دنك وحشوت كبدني وعثمان إنو يري إنها هديا إنو سغسو كوبنو شخصية دي عثمان وحينو توسو قلي دونا دورش ديسي خليف كالاقا ديجي وحينو سوهيني لبو وديقو يلبا جرنجرو وصحابدو عمل لبدي خليف أي دورشدة ككل جلال وأبو بكر ورسولك عليه الصلاة والسلام مركي وجريو ذي جعلوا تاجي أمان راهذي حوجا اللهو مرمي السويدية يا قبنا ير حكم كا مركي دمبنا أبو بكر صلى الله عليه دورتي أبو بكر مركي تيسي نقطي أو عمر دورش اللي بقولين بينون رجية سجا كتلي يويني نكاسا كدر دار ميا صحابة مدن كيدنا سداسي كرة عضي عمر وينكي كصورني إن سجل دلي مركا حوغا بوسين نولا مركا صحابة ديبو يسوية ريوح يورحاق هيقا وادا ركتان دورنين أيان أنيغو دور بدي لها مدكي كصو بحي لها إنا دسك صور دحسارتان مركا رقان حلو ayaan magacaabo wayna qol galaan soo baxaan markii ay iska soo dhex doortaan nin hogaana. Marka ibn kathir kitabkiisa bidaayo wal nihaaya waxa uu kaga waramayaa doorashada oo waxa uu leeyahay doorashadaasi waxay ahayd inuu saaray lix saxaabi umar iyo inankiisa وها عبد الله بن عمر بركه وحوري عبد الله رجا واحد دورانيو كجراي اسو رجا لا دورانيو كوما جيرو بركا رجاس وحاي هاين عثمان بن عفان علي بن ابي طالب طلحه بن عبيد الله سبير بن عوام سعد بن ابي وقاص يا عبد الرحمن بن عوف يا انكيس عبد الله واينو نري اسو رجا لا دورانيو كوما جيري رجا واحد دورانيو كجرا سيدو عمر مركيبا كوسي ادكيي markaa waxa ragti kale ciidan u saaray waxa uu guriga ragaas wax ka soo bixi karaanuun iyagoo wax doortay oo soo doortay laygu soo noqon maayo aniga
يقول عن سصوت دوران عبد الرحمن بن عوف سيدا ابن كثير صورين أيوه وحوله إنت يدي كله وحلوتنا سلني علي عثمان مركا علي عثمان كله سارد دودي أي واحد نجوا قالت هيبو يدي إن دتك الله بندق مركا عبد الرحمن وحوله دتك يبان أتهي قريهم قراعي عيالك القرآن كديجنا يويدين الله علي عثمان كي مع علي مس عثمان مع علي مس عثمان تذكر صعطة ضعه إيه آخر مدينة هين إيه أهل الحوالي قال لي رأي ما سفر كوي إنه مسجد مقالة وصقري أيه ويدين الله مع علي مس عثمان ضمرك أيان حجاب كونود حيو أيان الله بليدكنا كورها معدكين ديبتا علي مس عثمان مركا دور شداسي لو كل دورنا يلا بلا صحاب سداسي هين مركي عن عدكي سوق هذه بيري أيان قريقو كسون نغضي مكاي سنين عليو عثمانو عدكي دادك أن قاضي عدكو كوبت مركا علي بار نغضي قفكي كواد إيه همبليي إلا نشقية ميهين والله يلي ميدا مركادين عكالي يوسف الغرضاوي وكالي وحاوي راهدا تن الإمكا إنو قبا إنو مرنو دي قديدا أيها اللي سويديا يو تشران تشردن أو كلاما أهيد بالايدا مركا رقا يقو بنين إياه هاي مران ودادن لكن أقو بيوين مروال بعداتا يو بداتيا أما بنين وحيدا فرصة مهان أي نقونيسا وهي مركا باشا دموكراتيكا سيدي اللي سوكو سوقا دو فلسفي ميلاك لاي قشا و يدي الديني ميل شقيسكو ملحا لكن مركي آلات دي دانو كلا نغطي رقا قار لي سيدانو سيدانو كلا مركا حتى ودامدا مسلمين تيه حتى أفكا كشيكت باس بوردو دي كوغرطا وحالا قيابا إنا آني فلسفي آني أسي دادعين واني قرنين وحي تهي أما هدي قرن ايانا آني تالف دي دره قلبي ودان آني بچهدين وما مركا دي ودد شبي انو دميردان راعدي انو اسكيهين ويهي عبد الرحمن سيدا سان كو دورني او دورشده يدي اي اهيد بو ليهي وحقبد يدي ووينا اتين قدر كينا صدحات اسغني ما ادنود عثمان بن عفان لغو حسي كريو انتي او حكمك مسلمين تهيي اوغو هورين اصليا با وها وها ميد كميد رغي اوغو مدنا اي هرير جوغي رسولك عليه الصلاه والسلام وحا لا يلاوا نينكي صدحات أمد مسلمين تا وجو خير ك يوناك بدنا ووحا كهرين يؤون عمر يا أبو بكر وحا أوك قيب قلبي بيد هذا عند قال فربنا أما أنتي رسولك دجال قلبي عثمان ولا السعودي هذه بدرتي وحدتي أحسابتي فرشدي مكتي خيبرتي حنينتي قدو منتي ضايفتي يتبوك أو يسقوها نكيس متبحيي ما أنت هذا درن صحابة رسولكنا عليه الصلاة والسلام ما أنت هذا دوق فرحي وخليفة كيسد حادة المسلمين تا وخليفة كدم يستري دور كوجو إنك قاتي قريدة كتاب القرآن الكريم كا دقة محي هذه مصحف كان عثماني قال لي لاحظوا قريستي سيء قرية وعثمان برضاها لي لا ماها لكن كتاب كان أي نهينا أنت بدنا آخر إنه قريستي سه نكا كقاتي دور كوجويني ورورنتي هراء هلا هذا أبو بكر بن صديق زين درسيجين هرقصات المامني لكن نكي أنت أبدًا قري محي هذي وروري لما يسترينا استجوها مركيسي هرنا وحا وها وحي قري رسولك عليه الصلاة والسلام وين أتجد دورنا مركي لدليجي كعنتي مديق لجويي وحا والله واحد جويسي كعنتي وحي قري شرتي نكي دليجي عثمان وحل لغو شيغا نيكي فرفري دقالها مسلمين تا إنو دقالوغو كبعو سبب وحا 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 دولال بلان نيكي صحابي فرطي بيرشيا أو إيران إمكال إلاح إساقا فرطي خورزان أو أفغانستان إساقا فرطي باريغا يوروب إساقا فرطي مامول كدادة تا أغو بدان شامي يمن إيو إساقا غارسي عمر حلقي سي حلام فرطو لكن حلقي مامول دادة تا إساقا سميي عثمان بن عفان تاريخ دو وحي دور بيحوستا
نل إلى صحابي جليل الله إلى أبو درة الغفاري عمرك كذانا رجع معاصرين تي مؤخرين تي إلى أهدان وأول الاشتراك هانتي قوصت مهم كان أركتي سيحو قن معها لكن صدو صنكور وهي هي أركتيه ووناء الدولة ده شوعي وكل رقم شرين كارل ماركس يلين أن يلو تي لو تيرين شرية أركتي لهاين وهلا إذا هذا معاوية أو شام كتلين أيه أيابا أبو درو حيسكو قبتين فسرك آيات قرآن كا مركا سبب تنوح يا هيد مركي دقالوه فرمي إيه وضمهم بدن أو عربادي أي سو إسلامين قار أنا عربة هين سير بيرشيان كي يو بريج يوروبي خراسان يهندية إيه جاس سو مسلمين isku socod ki dhaqaalaha ee muslimiintu iyo wax kala gooshintu aad u batay dhaqaalihii baa furfurmay ragii muslimiinta ee daqxoontiga ahaa iyo intii cimrigoodu gaarsiiyay waxay noqdeen rag tujaaro hanti tabacada sahabiga leena isagu wuxuu garanayaa uun xilligii beerka dhulka lagu hayay marka aayad quraana ayaba fasirkeedii u yiri war xoolahan la kaydsanayo ما بنانا وايه الهي سبحانه وتعالى وحليه والذين يكنسون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم والذين كوا يكنسون كيتسنيا اكون كشبنيا الذهب ذهب كيو الفضه العقتي ولا ينفقونها ان كبحني في سبيل الله طريق الله او صدقه بحني فبشرهم بعذاب اليم marka isaga intan yakni sunada ayaa ku dhigtay marka wax leeyo qofkii wixii uu cunayo uu cabayo mooyana wax kala ma kaytsan karo marka macaawiye ayay aad u murmeen doodeen macaawiya ku yidhi war aayada ka horaysa akhriyo ya ayuha alladina amanu inna kathiran min alahbari warruhbani la yaakuluna amwala an-nas bil badli aayada ku akhriyo aayada ku xig oo imkan aayada soo luqo jabaari abu dar may buu yiri saxaabadii kale waayeenid ee shaam joogtayna aragtidii macaawiye ayay raaceen isaguna doodii buu la sii jiray macaawiye markii dambe uthman soo ashta ka dirtay yiri ninki abu dar rabshadaas uu hayaa kale abu dar iga qabo oo dadkii buu igu kicinayaa abu dar buu uthman u yeeray intii uthman ku soo socday ayaaba la yiri wariye abu dar abu dar waxa la yiri ninki uthman خوارجتي بكبيرة، مركا كوحكو كعسنا عثمان، يعني نكي ساسال اللي، مركو عثمان قصو قليبة، والله كمد ميه، والله كمد ميه، أيكو بلاب، ورابا در محاد، محاد كهذا ليس، قل هذا هذه كوك عسنا أيكو دعائي ليس، أنا كو كمد ميه، وعشوك يروح عن كوبية يعني، إن أنا جانا لتشوفتو، والمدينة تشوفتو، أنا جا كوب بحنا، إن أنا جاي لتشوفتو. way buu yiri markaa magaaladii hore 4 saxaabiyade iimaankoodu quwigaa ay joogan maaha oo magaalada caasimadeed bay noqoto meel walba waa lay isaga yimid oo dhawaan xoolowgii islaamay ayaa yimi ragiiba ku buuqay markaa badar waxa uu yiri uthmaan oo iska kayfasax tuuladaasan iska tageya aniga iyo caruurtayda iyo haaskayga martaasan iska tageynaay aniga iska kayfasax maraali baad ku tahay ha sidii buu ku tagay حقا ما كان ولا تشوش بالله قفر أي ولا دعاية يا أبا در عثمان با مستفري با ليرا وكان رك بدنو أي مدى سيرة دينا ويدودا سيكينان لكن سند مالي بل استند كوحا ويا أثر كالسوغاني إنو إساقو طلبضي وكان عبد الله ابن مسعود با يمي صومري إساقو أبا در لامي دي يلمي تكيسي وقيريو دي وكان مركم إشي وتولدي وكلي كيشوكي كو iya baa wuxuu ku yidhi laamida idiga madiina la igu aasiyo dadka socotada bay keenin abdullahi ibn mas'ud baa yimi abdullahi markuu arkay hablihi abu dar oo meedkii haya u ilmay wuxuu xasuustay xadiis rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaasuu abu dar buu yidhi yamshi wahidan wa yamutu wahidan wa yub'ath yawm alqiyamati wahidan abu dar kaligii buu socon kaligiina wuu dhiman ما أنت قيامه أنا كليجي بالصوصاري. بكا واحد الشيء قا واحد ويان
بشارة النبي ونبيه إنه نبيه حتى وحبذا كسي لوسي بالدامين يصوك عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود آدب أوي ويا حديث كاسو حسوسين ما أنتوا أبادر أوي مسجوا كل جي أما ده أنت بدن كلي صعد كاها أيابو قرن يا كوانك كلي يا أبادر لا تأمرن باثنين وحكويل أبادر ورسولك عليه الصلاة والسلام رسولك كويلي رسول الله وركي وضمدي مقالوا يمين بدن صوم مسلمين الصحابة دي لك على الدردري إلا يدي هبلو مقالة سانك وقوك أدنى هبلو مقالة سانك وقوك أيو رسولك عليه الصلاة والسلام كويلي رسول الله وادي قدتك الدردري ماذا أني قرم ميل إيمك عابي رسولك وحكويلي لا تأمرن باثنين يا أبادر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي والندامة وحنكو أركاو إني أراك ضعيف تنوى أمانه ما أنت قيامه نوى قوممه مركا لا تأمرنا باثنين لبها كلا الصار لبا مضحى أنه قنن أبادر مركا رسولك محسيرها عينيا يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا ما أنت قيامه كليبا لصوص صار أدبه دبا لصوص صاري لكن إنه كلي صعدها مركا طوضة أوران إساء أبادر عثمان با أي مستفري ضد سيمة شرطه، بركا مستشرقينته، وضدها أي هل كان كجفة إديستان، تذكر أما الشيعة ضد عليه يجا آل أبو بونية، تذكر عثمان سئنو جوك عسنا إلى أهل البيت بارون نينا، حقا بي إجا، بركا علماء المؤخرين تنوح إلى هذان، أبادر وحدي دنا، دقالها إن لفري فريو يين أفكو يشوا دجال أبوني. دوديسو تاسي سلك كهيسي رجع مؤخرين توحي لهذا ماركس دودن وحبك جهري أبادر حلق عثمان وحد عي خلافه عن إله ضد بدني أي سببه هاين وحن الله آنيا مرهدي أي صوم مسلمين dad iyo farabadan oo la soo shaqeysan jiray furus iyo roomaankii oo xukunada boqorada la jaal hayay oo kuraas iyo xil soo hayay waxay aqbali kari waayeen in saxaabadii madiina ka tagtay la yiraahdo waxbay idinkay dib idin xukumaya marka waxay isbideen inay iyaguna tushus badan furaan marka yaman sham iraq masar guux badan bay ka kiciyeen توضها وحلو عن دأد عثمان من ويناتي أستيتن يدراد باوكو جيريودي رضي الله تعالى عنه مركا مركي حوكو سو وينادي إساقنا حوكو كي وحا أسو دوادي چلب كيسير هيربان أمية مركا إيقا إسكو حيري لكن دع يو طونا ميهين إناي عدكو دلمينيين حاجة عمر إساقو عيال كيسيس كفوغينيي حكاً أيش كي عثمان مكو سوي نادي هير بن أمية أي حوغا صوير السقي بركا قوح بدني حكا سو كدعي حك بدنو يقو كرسي دوني يلا أهنا مدينة يمادين دعدا شرسي أو سبب وهاي غيريزيسا عثمان وحل الشيغا إلا سميه مؤامرت للي محمد بن أبي بكر بن صديق أوتشوغا مقالة شام aya waxa la isku dayay ama la damcay in la dilo marka dilkiina waxa la yiri Uthman ba soo amray Uthman bin Affan Madina la isku la soo noqday wal Muhammad miya dilay sayba la yiri oo maxaan u dilay abid walaalkay ba dhacay isaguna waa inaan kaygiya waxa la yiri ninkii warqada siday awrkaagi buu watay fargalkaaga shaambadiisina way ku taali marka waxa uu yiri haday saatay aniga shaqo ka qabanaya intii doonaysay ama muamarad ka shaqeynaysay oo idili in la yiraa Abdullah ibn Sabana oday u ahaa magaaladii Madiina ayaa la soo gudhaafiyay oo caasimadda muslimiinta magaaladii baa la soo yimi magaaladii baa la yimi buuq baa dhacay marka kowaad buuqii waxa uu noqday ninkan doonayay Muhammad inuu dilo no so deep أنا قاعد دليني. مركا جو حمبا دهني سواح كاني. محمد أهيلين ما هي. وحويه وحيدونه ين إنه عثمان ماشى كبحه.
عثمان بالله صعدا مركان معاوية الشام بكسر الواقع يحلي عيدا مصادرة عبد الله بن عمر يعني راد عمر بن عاص إثناء عراق بكسر مصر بكسر الواقع أولي بصوبها عيدا ملا صوبها صحابة دي ووينيد رقي مجا تشوقي رقد أي نقدين مركان علي أوكل حسن حسين بويري صويل عليا محي هذي عثمان magaaladii baa la suugay Cismaan baa wuxuu yiri waragan anigu madaxda u ahay ii kala baxo hayga ilaalinina ii daaya marka sawxanka iyo buuqa iyo ragan doonaya ee wanaagay saga dhigayna waa la arkay goor maalina isagoo sooman oo quraan akhriyaya Cismaan ayaba ay u yimaadeen oo ay dileen Saudan ibn Haris baa lagu sheegaa asalkiisu yahuudi haa baa la sheegaa niku Cabdullaah ibn Sabaq u soo kareystay dilista Uthman rag badan baa dilka qayb ka geystay laakiin ninka midida ugu badan ku dhuftey ee gacanta ka gooyay ee uu leeyahay war gacanta waxyiga qortay baad aadishay ama aad guysay waa ninkaas uu ku leeyahay markasta oo ay wax ku dhacaan waxa uu lahaa war miyaanan ahayn ay gurigiisa isku soo xooriyeen warmiyana nahay maalintii nabi maxamed garabka u baahna ninki tabuk u heli warmaana nahay ninku rasuulku laha ilaahu raaliban ka heer raali ka ahow warmiyana asharatu mubashirin sagoo ifka jooga lay u jeey miyay eegayaan wa rakacsan oo kursi doona dhawaan xoolo ah qarqiyay saxaabadii magaalada joogtay ragoogii muddo karka haana la yiri diinta faafiya oo wadankan islaamay ee iyo dhulka soo islaamay iyagu ku kala baxay oo way nagaan leh ee nimba meel buu Saad bin Waqas oo kala meel buu ka soo qaylinaya awleey ma soo baxa ee Khalid yana orane Amr ibn Aas Muawiya Ikrama ragii aaymada haye ragii dagaal nimba meel buu u joogaa oo dhul farasha la joogaa oo magaalada magaalo nagi ah ayaa looga tagay dilka Uthman ibn Affan waxa uu barbilo u noqday biig iyo khilaaf aan joogsan muddo dheer aan joogsan bal ay saxaabadu yiraahdaan kala firqsanaanta ilaa maanta ma dulmiga iyo diiga Uthman boo salka ku hayay waxay u tagi doonaa doorashadii Cali iyo isna halkii la isla maray ayaynu darsiga bari toola insha Allah inoo ahaan doonaa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد